حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى هذا العدد المتجدد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذا العدد نلتقي بشاعر سوري ينحدر من محافظة حلب، الشاعر الذي نستضيفه في عدد هذا المساء الجميل رفقتكم أعزائنا المشاهدين من بيت القصيد، هو مصطفى عبطيني أو مصطفى أبو يونس كما يحلو لبعضهم أن ينادوه. حياك الله أبا مصطفى، وحللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياك الله وبارك الله فيك أستاذ مصطفى، وبارك الله في هذه القناة الجميلة التي تلم شملنا دائما، فهي ملجأ للأحرار ومهوى للأنفس، للأنفس الطيبة بالتحديد. هذا واجبنا طبعا بلا شك. البداية من الظلم، وربما كانت بداية مفاجئة سيد عبطيني، يعني لو أردنا أن نتحدث عن الآلية التي من خلالها بإمكاننا أن نحطم الظلم، ما الذي ينقصنا حتى نحطمه؟ تفضل. ينقصنا إرادة كبيرة واعية. نعم. الجمهور العربي عامة والجمهور السوري خاصة كشعب فقد الإرادة منذ عقود طويلة، هجن ودجن إلى أن أصبح أغلبه يميل إلى القناعة بما هو عليه. كيف يعني؟ يعيش يومه فقط. نعم. ليس هناك أمل، ليس هناك فكر للمستقبل، ليس هناك حظ في النفس على أن يفعل شيئا أو أن يطور نفسه. هكذا عشنا عقودا من الظلم الذي جار علينا كثيرا، لدرجة أننا لا نفكر في شيء في هذه الحياة إلا أن نعيش يومنا فقط. نعود إلى فكرة كيفية تحطيم الظلم. تفضل. تحطيم الظلم هو الإرادة الواعية، أن يكون هناك أناس يرشدون المجتمع يوما بعد يوم كي ينير أمامه الطريق ليعرف ما هو الفارق بين الشعوب الأخرى وبين ما هو عليه، بين الدول الأخرى وبين ما هو عليه. وهذا يأتي عبر أيضا الناس التي تهاجر، الناس التي تهوى الاغتراب، يجدون الفارق. وهذا التواصل الآني الحالي عبر القنوات الفضائية وعبر الإنترنت وعبر أصبحت الصورة مكشوفة لكل الناس، وبدأ الفارق يظهر. لكن هناك أناس مستعبدون ويحبون العبودية. نعم سيد مصطفى، لو أردنا نتحدث عن فكرة أن هناك أناسا مثلا ثوريين أو أنهم يعني يقفون إلى جانب الثورة، تراهم للأسف قل ما يلتفون حول فكرة الفنون، الأعمال الفنية التي هي الداعم الأساس إلى جانب المقاتل في الميدان أو من يطالب بحقه. لماذا تجد أن هناك من يهملون الفنون كالشعر كالمسرح كالسينما في طريق مقارعة الظلم والظالمين؟ الناس اعتادت كما قلت على الخنوع، لكن هناك من يقفون مع الثورة ويهملون. هذا من باب اليأس أيضا، اليأس والإحباط في أنفسنا نحن جميعا. حتى نعم. أنا نفسي أرى نفسي أحيانا أنني محبط، ولا فائدة مما فعلت، ولا فائدة مما سأقول، ولا فائدة مما كتبت. لكن أعود وأكرر وتأتيني الحمية مرة تلو المرة، لكن الناس هناك في تباين في أنسجتهم. ما الذي يمكن أن يوصل شاعر أو يوصل فنان صاحب قضية إلى مثل هذه الحالة، أن يعيش الإحباط، اليأس، يشعر بنوع من الحزن الشديد والملل تجاه القضية التي يحمل؟ الظلم الذي ذكرته منذ قليل. نعم. الظلم، نحن نجد خاصة أصبحنا صنوان الفلسطيني والسوري في هذا الظلم. وجدنا أن لا أحد يقف معنا، دول العالم كلها ضدنا، الدول العربية ضدنا، ضد الشعوب أقصد. أما بقية الفئات كحكام هم عائلة واحدة، أسرة واحدة، يشدون على أيدي بعضهم مع المجتمع الدولي. جميل هذا التشبيه، لكن لست وحدك والفلسطينيين من أصبحتما صنوين، وإنما في كل أرض عربية على ما يبدو أن فلسطين حاضرة بحزنها وواجعها، فكثير من بلداننا العربية تعيش ظروف ربما كانت أصعب من الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم.
لا لا أظن ذلك، أن صنوان قصدت مع الشعب الفلسطيني في هذا الحجم من الظلم. أما الشعوب الأخرى العربية الأخرى فهي على نفس المسار، سيوصلونها إلى هذا الظلم الكبير الذي ذاقه الشعب الفلسطيني والشعب السوري. سنواصل في الحوار، ولكن دعنا نبدأ بإحدى قصائدك المتوفرة بين يديك الآن، ولك أن تبدأ إلقاء القصيدة التي تناولتها. يعني ليس شرطا أن تقرأها بشكل منظم، اقرأ ما يتوفر أمامك، تفضل. حسنا، القصيدة بعنوان تداعيات عربي مقهور. نعم. قصيدة كتبتها منذ أكثر من 20 عاما. سأبدأ يا رفاق الهم من أصداء ألحاني، فأنتم قد طلبتم أن أغني عن أمانيكم، وصوتي فيه حشرجة ستبكيكم، فمن أرضي إذا غنيت؟ ومن منكم إذا غنيت لا أرضي؟ وإن غنيت يا صحبي هنا في صدر مجلسكم، فهل لليل آذان؟ وهل للحاكم المطلق هنا في الليل مندوبون بآذان لهم وعيون، وفوق رؤوسهم جاءوا بطاقيات إخفاء، وحول خصورهم رصفوا رصاص العيد، وتحت الإبط قد ربطوا دم التغريد، وجاءوا في دوي سكون. أغني يا رفاق الهم وهذا صوتي المشجون، عن الحرية التعبة، عن الحرية المقطوعة الرقبة، عن الغلبة، عن التفكير ضمن طناجر الرغبة، عن الأحلام إن سارت تودع فكر كاتمها، وتعصره ويعصرها، وتقذفه ويقذفها تجاه نوافذ الآذان في أبراج حاكمها، فقد وصلت إلى الفقراء ولاكتهم ولاكوها، ولم يستخرجوا منها سوى الأصداء، وذاك لأنهم جهلاء. فكيف تخاف يا من كنت في عز من الحرية الحمقاء؟ إليكم يا رفاق الهم أغنيتي، إليكم يا رفاق الهم أغنيتي، هي الحرية الحمراء، هي الأمل المطل على رؤوس الناس في الساحات، هي الأعلام والأنغام والأحجار والطلقات، هي العطلات تطل وفي يديها خبزنا المدعوم، هي الإسمنت والواحات ونور حضارة الكلمات، مدارسنا، مشافينا، معاملنا، مسارحنا، حدائقنا، روابينا، نقاط الضعف في أحلى أمانينا، هي المسمار ضمن جداري المهدوم، وضوء الصبح والمهباج والكرباج فوق كتابي المسموم، هي التلفاز والمذياع والأخبار، ووجه مذيعة وحوار، هي الثوار، هي الترسانة الأقوى بألف جدار، تسور قصر حاكمنا وسور بلادنا منهار، هي الإعصار، إذا خضنا حروب الشجب والتنديد والاستنكار، هي الحرية الحمراء، وتكفل أن حاكمنا أتانا آخر الرسل على عجل، وجاء لكي يخلصنا من الدجل، وسلمنا بأيدينا له يوما مفاتيح الأماني في صدى أفكارنا الصماء، وكان يردد الكلمات، وكانت كلها آيات ومعلومات، وعنها يعجز العلماء وأهل الدين والفقهاء، وكان معلما أول، وكان العامل الأول، وكان العالم الأول، وكان إذا دعونا في صلاة الصبح في سر أتى جهرا، وإن بالسر لم نفضي، هو المقدام والضرغام والصدام، وبشر أوامر الإعدام. وبشر أوامر الإعدام. إذن هذا هو قدر العربي المقموع في
الكثير من البلاد العربية. سيد مصطفى، كيف لهذا العربي أن يتحرر؟ أولى خطوات التحرر التي ينبغي أن يتسلح بها ما هي؟ الاطلاع على ما هو عليه في دول التي تدعي الحضارة ولا تساعدنا. نعم. ولا تساعدنا، هم يدعون أو يلقبوننا بأننا دول متخلفة أو شعوب متخلفة. نعم. لكن هم من يساعدون حكامنا على هذا التخلف، لأنهم لا يريدوننا أن ننهض ببلادنا. نعم. ونرى ذلك في بعض البلدان الأخرى التي تريد أن تنهض وهم أعداؤها، كيف يريدون أن يحطموها ويحطموا إرادة شعبها. نعم. إلى مسار آخر، باعتقادك هل الشاعر يجد ملجأ من وطن في حضن قصيدته؟ طبعا ليس الشاعر فقط، أي فنان أو أي شخص عنده موهبة حتى إن كان في حرفة معينة. نعم. يجد ضالته فيها، ينفث عن نفسه. نعم. فإن كان شاعرا فباب القصيدة هو باب الحرية عنده. إلى باب الحرية سنذهب أنا وأنت الآن، الذي وصفته باب حرية، وقصيدة لشاعر آخر، قصيدة وطنية. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى الفقرة الاعتيادية التي اعتدنا أن نقدمها لكم من خلال برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. نخرج الآن إلى قصيدة للوطن، ومن ثم نعود حتى نواصل حوارنا الشيق والاستماع إلى ما في جعبة ضيفنا من قصائد. ابقوا معنا. حملت قافيتي متاعب وصفي، ومضيت للمعنى لأكمل نصفي. حملت قافيتي متاعب وصفي، ومضيت للمعنى لأكمل نصفي. وقد اخترعت من الأسى أوزانه، والجوقة الحمقاء تفسد عزفي. بالشاعر المغمور تبدأ رحلتي، يأبى طريقا فيه شبهة عطفي. ماذا يريد المترفون من الذي لولا قصائده لكان المنفي. أمضي أحاول أن أحدد وجهتي، لكن ريح الحزن تتقن عصفي. لو كان في نفط الجزيرة مورد أرتاح فيه لكنت أول ضيفي. لا الأرض أمي، لا القبيلة والدي، هل كان إثما أن نطقت بأفي؟ إني تعبت من القصائد كلها، وجعلت آخر ما أقول بنزفي. فلمحت في المدن العتيقة دمعة، والناس تحسبها سحابة صيفي. وأعدت طرفي كي أحقق غاية، فعجبت أن الحال ليس كوصفي. في هذه البلد الكريمة عادة، لا شيء يرجع مرتين لطرفي. كتبي على رف الغبار حزينة، والهجر أن ترتاح فوق الرف. كتبي على رف الغبار حزينة، والهجر أن ترتاح فوق الرف. ماذا سأكتب والحروف متاهة، نحو الضياع يشد حرفي حرفي. حاولت بالغزل العفيف تعلة، لكن هذا الدهر ليس بعفي. كم فرقتنا بالظنون عقولنا، ثم اجتمعنا باستدارة دفي. إني قديم البحث بين دفاتري، عمن يجيد البوح قبل الخوف. قم أيها المغمور غني لأرضنا، فالكل مشتاق لرقصة حتفي. نقح بكاء المتعبين وغنهم لحنا يعين الإلف وصل الإلف. كم ضاعت الأيام حول سؤالنا، هل يقتل العشاق غير العرف؟ قم أيها المغمور أخبر أهلنا، البحر لا يفنى بطول الغرف. سيظل في البحار شوق غامض للمرفأ المجهول،
حيث الجعف يمضي على درب الليالي فكرة، فيرى النجوم تشع تحت الخف، ويقول دع للمترفين نجومهم فأنا نجومي في مداري أكف. لازلنا معكم في رحاب هذا العدد المتميز من برنامج بيت القصيدة أعزائنا المشاهدين، وعودة لضيفي هنا في الاستوديو السيد مصطفى عبطيني من حلب في سوريا، سوريا التي لن تنكسر وستبقى شوكة في حلق كل ظالم، إلى نص آخر لا يقل حدة عن سابقه ويتضمن أيضا عذابات المواطن العربي، أليس كذلك؟ بالطبع أنا أرجح أن هذه القصيدة أيضاً استكمالاً للقصيدة التي ألقيتها قبل قليل. نعم تفضل. ألي الإنسان بعض الحق أن يحلم بحرية؟ نعم. ألي الإنسان جنسية وآراء وشخصية؟ فكيف يحاصر الإنسان في وطني من الأعداء والأهلين؟ وكيف يفكر المقهور بطعم السلم، بطعم الحلم، بطعم فيه حرية؟ وإن ما ذاقها يوما هي الحرية الحمراء حتى الأمن في وطني. كأن الكون مضطرب وفي محني، حضارة يومنا صارت تفوق الغرب بالعلم، فصار النور يأتينا من النجم، وصار الماء يروينا من الغيم، وسارت عندنا العربات على الإسفلت، وإن الهاتف الآلي سيأتي الناس بعد العمر في الحلم. ولولا وجود حاكمنا لكنا اليوم في ضرب من الخيم. كأن محافل البلدان في نحس وفي تعس وفي غدر من الزمن، وحتى في المديريات وكل دوائر البلدات خلت في عهده الزاهي من الرشوات. وإن الحق موجود، وإن الصدق موجود، وإن الزور مفقود وإن جاءت به السندات. إذن يا رفقة الهم، هي الحرية الحمراء في وطني، وفي وطني هو الباقي. له في كل منطقة تماثيل برونزية، ومن لم يحيي ذكراه له في القبو وردية. وإن فنادق الأمن السياحية لها روادها النبلاء، لهم فيها من الترفيه والتشويه تسال تكنولوجية. هو الجبار، هو من ينزل الأمطار، هو من ينبت الأشجار، هو المختار لذبح براعم الأزهار بحرية. إذن لولاه ما كنا وما كانت هنا في الأرض بشرية. إذن الله ما كنا وما كانت هنا في الأرض بشرية. هذه القصيدة المتهكمة على حزن وجراحات واقعنا، هذه الجراحات الممتدة في جسد الأمة، سيد مصطفى، المتشدقون بالحرية، المتشدقون بالحضارة، الذين كما تفضلت لم ينقلوها إلينا، متى سيبرهنون صدق ما يتكلمون، أم أنهم فقط ثرثارون لا أكثر؟ هم ثرثارون ولا يريدون أن ينقلوا شيئا. السياسة قذرة جدا، وهذا محكوم على شعوبنا، وللأسف بأن يكون عندنا حكام هم وكلاء استعمار لا أكثر. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة المتشدقون بالحرية، وأنت رجل يعني قضيت فترة من عمرك في روسيا، هل هم حقا أصحاب حضارة، أم أنهم يعني يباهون بالحضارة فقط تصنعا وتجملا لا حقيقة وواقع؟ هم المشهد من الداخل، جوهر المشهد. أنا عشت في بلغاريا وفي روسيا. نعم. كدول أجنبية هناك تفاوت أيضا في الآراء في المجتمع، لكن عندهم عنصرية دينية تجاه المسلمين. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال، أغلب المجتمع الأوروبي أنا احتككت به جيدا، أغلب المجتمع الأوروبي ملحد، لكن في مواجهة الدول المسلمة
فورا ينتمي إلى المسيحية. نعم. النصرانية، يدعيها ادعاء رغم أنه ملحد، لكن في هذه المواجهة فورا ينسب نفسه إلى دين. نعم. أنت صورت روسيا بإحدى قصائدك تصويرا سينمائيا كما أخبرتني في وقت سابق، تصويرة من الداخل. إلى هذه التصويرة في قصيدتك، تفضل. قصيدة بعنوان رسالة إلى موسكو، طبعا كتبتها عن، شرحت فيها وصورت المجتمع الروسي بالتحديد، وطبعا هي صور يعني مستقاة من الواقع الروسي، من اليوميات التي عشتها لي هناك. فيها يعني طبعا أحداث أنا عشتها وعايشتها. رسالة إلى موسكو: أفق وراء العالم الأقصى، وكم أبغي وصوله. ماء تفاقم همه، ماء تفاقم همه بالبرد، جمد سلسبيله. ماء تفاقم همه بالبرد، جمد سلسبيله. ثلج أطاح ببون برت الغرب واستقصى فلوله. نغم بهرموني صداه لفاتح أشقى خيوله. نهر يطوف جليده أصقاعها بخطى ثقيلة. قمح من الآفاق يستجدي سنابله الطويلة. شعر طويل أشقر، شعر طويل أشقر ضاها سنابله النحيلة. عين بزرقتها انتشت أمواج أنهرها الجليلة. وعد إذا ما الدهر يخلف وعده هي بقبولة. شوق يعانق في الجبال سهولها السكر البليلة. دمع ترقرق في عيون جميلة، دمع ترقرق في عيون جميلة باتت عذولة. حزن بأنثى قدرت أنخلها ألفا خليلة. همس بأذن جميلة مذ زوجها أغرى جميلة. خمر تلاعب بالنفوس وضعفها في أن تزيله. حقد بأنثى حطمت رجلا غوى، حقد بأنثى حطمت رجلا غوى داست طلوله. ليل وكم يغفو الضجيج بحضن هدأته الكسولة. مأوى بفردوس الإله عباده بعد الرذيلة. أنثى بياض الثلج يغمر صدرها ثكلى خجولة. فرو يضم الجنس يغري رغبة الرجل الذليلة. كرم مباح في لقى الأجساد لا أنثى بخيلة. ذئب إذا قمم النهود تلاثمت سمعت عويلة. أفعى إذا رقصت بسكر، أفعى إذا رقصت بسكر صلها أبدى صليلة. عشق طواه اثنين فجرا وانطوت، طواه اثنان فجرا وانطوت بهما الوسيلة. جرس يرن وخلف الباب امرأة عجولة. إذن بأن تأتي سرير العشق لا ترضى بديلة. هم أتى في موعد والبيت تشغله شغولة. زوج قضت وطرا وبعل غائب هجنت سليلة. دفء بجسم قد تهالك سكرة فالجنس غيلة. نوم على سر الحقيقة عاد ما بيديه حيلة. صحو على استهتار عمر غاب بالخمر الأصيلة. صيف تعرى فالنواهد مزهرات في خميلة. مطر تغلغل في المسامي وجسمها روى غليلة. شكر إذا الإخلاص حتى الآن لم يرسل رسوله. فن
جديد في الغرام، بلادنا جهلت مثيله، لودا وقلبي فارسان كلاهما أردى قتيله. هذا المجتمع العجيب المتهتك من الداخل الذي يسوق الأخلاق للمنطقة العربية وهو منها براء، وقد عايشته سيد مصطفى حينما يعني يحاول أحدهم أن يصدر صورة مخالفة تماما لأفعاله، ما هو الحكم الذي ينبغي أن نحكم عليه به حالة تتضح أمامنا مثل هذه الصورة، الشخص الذي يسوق وجها وهو يضمر وجها آخر؟ يا أستاذي، هذا ما فجعنا إذا كنتم تذكرون أحداث الحرب الأهلية في يوغوسلافيا سابقا. نعم. كيف كان المجتمع أسرة واحدة، الجار والجار، صربي بوسني. نعم. مثالا مسلم ومسيحي كانوا يأكلون ويشربون معا ويعيشون معا، لكن عندما تدخلت السياسة قتلوا بعضهم، الجار قتل الجار. نعم. كانوا في فاجعة كبيرة، ونحن الآن بعيدين عنهم، لكن في هذه المواجهة مجرد أننا دولة إسلامية من الشرق الأوسط فالكل سينتمي إلى النصرانية التي يدعيها وهو ليس نعم. نصراني، كي يواجهنا بصفتنا مسلمين فقط. نعم. بالعودة إلى قصيدة رسالة إلى موسكو التي ألقيتها قبل قليل سيد عبطيني، وأنت جئت على تفاصيل يعني الغريزة الجسدية لدى كثيرين من أبناء ذلك المجتمع الذين يسوقون للأخلاق ويقولون إنهم صناع حضارة، كيف استطاعوا أن يخبئوا يعني مصائبهم وكوارثهم وسوء أخلاقهم ويصدروا نموذجا آخر، في حين نحن ربما يقول قائل فشلنا بإدارة المكنة الإعلامية وتسويق عاداتنا وتقاليدنا الحميدة كما يجب؟ نحن والحمد لله لا نقصر، إنما حكوماتنا مقصرة وخانعة. نعم. المجتمع الأوروبي عامة أو الغرب عامة يدعون الأخلاق والفضيلة رغم أنهم عديموها، وينسبون إلينا أننا أناس شهوانيين نفكر في الجسد، وهذا النقيض بالتمام علينا وعليهم. نعم. فهذا النقاش كنا نتناقشه كثيرا حتى في روسيا، أننا يواجهوننا أنتم العرب تفكرون في شهوتكم فقط، فكنت أنا من الذين أجاوب، أنا عندما ليس أنا شخصيا لكن كعربي أعاشر فتاة روسية، أنا أعاشر من؟ أعاشر روسية منكم، إذن أنتم الذين تفكرون وأنتم الذين تغرون، أما نحن فبضع ناس وصلت إلى بلادكم وأغلبهم يريد الاستقرار، يريد الزواج، وهذا حدث يعني يحدث وسيحدث بشكل دائم، أن المجتمع العربي أو الشباب العرب أو المسلمون عندما يذهبون يفكرون في الدرجة الأولى كيف سيتعرف على زوجة. سنتحدث ببعض هذه التفاصيل، ولكن لابد أن نخرج إلى فاصل الآن. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال معكم في رحاب هذا العدد من بيت القصيد. إلى أحرف من نور الآن، وربما كانت أحرفا من نار، من يدري، فالمعنى في بطن القائل. تفضل سيد مصطفى. سنرى. يا روعة التعبير، يا عذب اسم ماج في بحر من التفكير،
يا من سبت من السماء صفاءها بالحسن والتصوير، يا رمز كل رقيق، يا موج كل غريق لشاطئ المسحور، يا ومضة من نور في ليل أتعس عاشق في ركنه المهجور، شف الغرام ضلوعه ورمى به المصير، لا يعرف ابتهاج فالقلب من زجاج في صدره مكسور. يا نشوة الشعور في غفوة القمر الحزين لنوره المنثور، في هدأة الليل الشريد ووحيه المنظور، من قلبي الوجيع في دمعه أضيع على مدى الدهور. يا سري المسطور ضمن الخيال قصيدة فرت من البحور، أو لوحة روحية بريشة من نور، أو صورة لملاك قد تاه في الأفلاك في حلمي المقهور. يا دمعة العصفور في شرفة وردية في لحنه المذعور، بعد امتزاج بكائنا في عشقه أصير، كالطفل في الغرام والوجد لا ينام إلا لدى الصدور. يا لحظة المصير عند ارتجاف أصابعي من موقف الخطير، أيقنت أن لقاءنا يمشي بلا مسير، كخطوة الغريب بوجهه الكئيب في دربه العسير. أحلامنا المقهورة هذه متى ستصبح مسرورة سيد مصطفى؟ هذا أن تبدل حالنا كأفراد وكمجتمعات وكشعوب عامة. ألا ترى أن الشعوب مقصرة دائما تعلق يعني عجزها على شماعة الحكام، ربما أيضا على الشعوب واجب لا تقوم به؟ هنا المشكلة، أن على الشعوب واجب، يجب أن تفعله، يجب أن تحرك ما بداخلها كي تعيش على الأقل كغيرها من الشعوب الأخرى. نحن في حالة يرثى لها كشعب عربي، يعني منذ 100 عام إلى الآن أو أكثر، قرن من الزمن ونحن شبه مخدرون. فهذه الحالة يجب أن نتخلص منها، والبداية تكون من الفرد نفسه. والحمد لله يعني الثقافة العامة أو الإحصائية الكبرى للمجتمع العربي بدأت بالإزدياد كمثقفين. يعني كما نرى ما شاء الله، يعني يضرب المثل في غزة بلد الأطباء ما شاء الله، رغم الحصار، وبلد المهندسين. فهذا يعني هذا أمل للمستقبل. خذنا إلى الجمال الآن، لعلنا نستكنه جوهر هذا الجمال فيصبح واقعا لا خيالا أو أمنية. القصيدة بعنوان الجمال. نفثات طبعا نفسية روحية، عسى أن أكون وفقت بها. تفضل. كل الجمال بناظري حطام، فمتى تمل قصائد الأقلام. كل الجمال بناظري حطام، فمتى تمل قصائد الأقلام. مالي بهذا الكون وحدي ضائع، لي في النجوم تشرد وهيام. ظلم المجرة موحشات، لا أرى إلا شعاعا يشتكيه ظلام. وهناك تبدو شمس هذا الكون لي، وكنجمتين عيونها إضرام. مشت الكواكب خلفها ووصائف زفت على أطرافها وحمام. في عرسها لي شقوة وقصائد، في عرسها لي شقوة وقصائد، ولها بعرسي غفوة ومنام. أنت الربيع فيا حبيب ترفقي، إن السماء لها عليك ملام. أعطاك رب الخلق كل فضيلة، أعطاك رب الخلق كل فضيلة، نعم الحبيب يفاخر الإسلام.
خدي يتوق للمس خدك كلما تاقت لضمك أضلع وعظام. أحرقت أنفاسي وصبري قاتل والوصل منك تضيع الأحلام. قد تتركيني في شفاهك بسمة فأنا أحبك والهوى إيلام. فالسم عندك بلسم إن تسقني والشهد لما ترفضين حمام. أملي برشف هذا السم منها أملي برشف السم من هذه الشفاء، فمتى يحلل في الشفاه حرام؟ يا رجل عفانا الله وإياك من الحرام. سيد مصطفى، إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الشاعر الثائر لا الشاعر العاشق طبعا، هل على الشاعر أن يكون ثوريا بفطرته؟ هل هذا واجب؟ لا يكون هناك وجوب إذا كانت بالفطرة، هذا أولا. كانت بالفطرة فلم يعد هناك واجب أو غير واجب، هذه بالفطرة أصبحت جزءا من تكوينه، من تكوينه. لكن الواجب يكون أن يتحرك، نعم، أن لا يسكت، أن يفعل شيئا. فالثورة ضد الظلم، نحن بدأناها ضد الظلم، هذا نعم. أهم شيء. ووجدنا للأسف شعراء ومثقفين مالوا إلى تلك الجهة ووقفوا مع الظلم. تحصل كثيرا، فعلينا أن نفعل شيئا، نعم. لكن الظلم لا يكون هو الرابح دائما. نعم. سنخرج الآن إلى ترجمة قصيرة لسيرة ذاتية لشاعر ثائر من الشعراء الذين مروا على تاريخ الأمة قديما. الآن سنذهب إلى هذه الترجمة والاستماع فقرة قصيرة من إحدى قصائده. مشاهدينا، نخرج الآن إلى شعراء ثائر. أخي، انضج بعد الحرب غربي بأعماله، وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله. فلا تهزج لمن سادوا ولا تشمت بمن دانا، بل اركع صامتا مثلي بقلب خاشع دام لنبكي حظ موتانا. أخي، إن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه وألقى جسمه المنهوك في أحضان خلانه، فلا تطلب إذا ما عدت للأوطان خلانا، لأن الجوع لم يترك لنا صحبا نناجيهم سوى أشباح موتانا. أخي، إن عاد يحرث أرضه الفلاح أو يزرع ويبني بعد طول الهجر كوخا هده المدفع، فقد جفت سواقينا وهد الذل مأوانا، ولم يترك لنا الأعداء غرسا في أراضينا سوى أجياف موتانا. أخي، قد تم ما لو لم نشأه نحن ما تم، وقد عم البلاء ولو أردنا نحن ما عم. فلا تندب، فأذن الغير لا تصغي لشكوانا، بل اتبعني لنحفر خندقا بالرفش والمعول نواري فيه موتانا. إلى الفقرة الأخيرة في برنامج هذا المساء الشيق بحضراتكم أعزائنا المشاهدين، من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، رفقة الشاعر السوري من حلب سيد مصطفى عبطيني. حينما نريد أن نتحدث عن اللغة العربية، أول ما يخطر في بالك من أجل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى العامة، أول ما يخطر في بالك حينما تود أن تحدثهم عن اللغة العربية، ما الذي يخطر ببالك ربما؟ يخطر ببالي أن نلجأ إلى المعاجم في الدرجة الأولى كي لا ننسب إلينا هذا العلم، إنما هذا اجتهاد
فهناك أخطاء لغوية شائعة على الألسن، وهناك الكثير من المثقفين لا يدرون أنها أخطاء شائعة. حتى من الأخطاء الشائعة على الألسن مثلا، ماذا من أبرز الأخطاء الشائعة؟ لك أن تطرح بعض الأمثلة الآن. ذكرت منذ قليل حضرتك كلمة جعبة. نعم، هي جعبة. هي جعبة طبعا. نعم. معجميا هي جعبة، أنا لكن بالسليقة نقولها جعبة. أنا أدرك أنها جعبة يعني. أخذت على الألسن يعني، أصبحت دارجة كما ذكرت سابقا بحضرتك، مقدم برنامج وما تقدمه هو مقدم. نعم. فدائما هناك خطأ بين المقدم والمقدم والمقدمة والمقدمة، وهناك نقاش كنا يعني التي تكتب في بداية الكتاب مقدمة وليس مقدمة. أما المقدمة هي المذيعة. المقدمة هي المذيعة. كنا في نقاش سابقا ستذكره حضرتك بين مختلف ومختلف. نعم. لكل واحدة استخدام مختلف. صحيحتان الاثنتان. نعم. المختلف هو الفاعل والمختلف هو المفعول. نعم. يعني كصيغة إعرابية، ليس إعرابية كإعراب، لكن كوضع كحالة. المختلف هو الفاعل والمختلف عليه هو المفعول. فالاثنتان صحيحتان، لكن كل واحدة تأخذ معنى. يعني حينما نريد أن نقول في مختلف الظروف أم في مختلف الظروف؟ في مختلف الظروف. مختلف فيه، مختلف فيه، مختلف عليه. نعم. هذا الآن فيما يتعلق ببعض المفردات التي تستخدم استخداما خاطئا، إذا كانت تحضرك بعض الكلمات، ألفاظ يستخدمها العامة بشكل والحقيقة معجمية، يعني هي كلمات مختلفة لفظا أو نطقا. هناك بعض سأذكر كمعلومة، يعني هذا من باب الاجتهاد، كمعلومة حسب ما وجد. نعم. في الجسم البشري كأطراف. نعم. تفضل. نذكر دائما إنها يد، إنها رجل. نعم. إنها أذن، إنها عين. نعم. بالتأنيث، كل ما هو مزدوج في الجسد مؤنث، كل ما هو مفرد فهو مذكر. كل ما هو مزدوج مؤنث. كل ما هو مفرد مذكر، كفم، كأنف. نعم. كبطن هو مذكر. الرأس مذكر. لماذا بعضهم يقول هذه الرأس؟ هناك أخطاء شائعة جرت على الألسن كما أقول، يعني هذه من الأخطاء الشائعة. عندنا من ضمن الأخطاء التي جرت على الألسن أيضا أن يسموا هذا الجبين، وهو الجبين. ليس جبين، إنما جبهة، إنما الجبين هنا والصدغ هنا. صدغ وجبين، أما هذه فجبهة. مثلا أين الجبين بالضبط؟ هنا. هنا الجبين، هنا، وهنا الصدغ. الصدغ. نعم. أما هذه جبهة. فهذه الجبهة. نعم. فمن ضمن ما درج على الألسن أن يطلق على هذا المكان الزند، وهو زند. زند وليس زندا. زند وليس زندا. نعم. ولا كثيرة هي المصطلحات أو المفردات التي تستخدم استخداما خاطئا. كثيرة جدا للأسف، ولكن كما قلنا جرت على الألسن، وأنا في رأيي يجب تصحيحها. نعم. يعني لا ضير في ذلك. من يفضل ما بين هرعت وهرعت، من يقول أن هرعت هي الأصح والأسلم لغة من هرعت، ما رأيك؟ هذه أيضا فيها إشكال. هناك أساتذة كبار يقرونها بأن نلفظها هرعت. هذه الأفعال المتعدية يجب أن يكون هناك عليها فاعل يحرضها. نعم. هرع نتيجة خوف من جانب آخر، فهرع خوف نتيجة حدث. لا يهرع الإنسان من نفسه، لا يخيف نفسه. نعم. نفسه، إنما عندما يصاب بحالة خوف من جهة أخرى يهرع. نعم. هرع هو بمعنى ركض مذعورا، ركض هلعا. نعم. فهناك يجب أن يكون هناك محرض لهذه الحالة كي تأخذ بصيغة اللهم صل على سيدنا محمد، كيف يعني المحفز الذي يجعلك تستخدم هذه الكلمة. يجب أن يكون هناك عنصر مساعد أيضا. بالضبط. نعم.
كثيرة هي لابد أن المصطلحات التي يمكن أن أطرحها في مثل كثيرة جدا، لكن ليس في ذاكرتي الآن، لم أحضر لها. أيضا لم يتبقى وقت حتى نناقش مثل هذه المصطلحات التي يتداولها العامة بصورة مغايرة تماما لما وردت في المعاجم العربية المعتمدة، وأبرزها المعجم الوسيط، أليس كذلك؟ المعجم الوسيط هو من المعاجم التي سهلت، نعم، في الحقيقة سهلت على اللغة العربية وعلى القراء. وأنا برأيي أنه أعطى تنزيلات باللهجة العامية، يعني هي أشبه بمذهب الشافعية، يعني سهل عليهم، نعم، كي لا يقعوا في مفارق التشبيه. خذنا إلى نصك الأخير الآن لأننا شرفنا على الانتهاء سيد مصطفى، تفضل. القصيدة الأخيرة بعنوان لا تصفق، عسى أن تلقى أذنا مصغية، تفضل، وليس صاغية. لا تصفق، لا تهلل، لا تزمر، لا تطبل، كل عقل عندنا فيه معطل، كل رأي عندنا فيه محول، كل فكر جاز حد الصدغ نقفل، باحتقار أنت للتصفيق حول، وارض بالمقسوم يا شخصا وعدل، أمنيات لن ترى فيها ممول، لا تصفق، لا تهلل، لا تزمر، لا تطبل. ليتنا في أمسنا لم نجتمع، كل تصفيق علينا عاد بالويل البشع، كان شخصا مثلنا كان الورع، كان ذا قلب رحيم يقتنع، قد رأينا أن يصير الرب عنا يرتفع، بل رضينا أن نكون النعل للرب الجشع. ليتنا ما قد رقصنا رقصة الكبش الجزع، فارتشف من صنع كف صفقت أملا وعول، كفنا عادت لتدمي خدنا لطما فولول، لا تصفق، لا تهلل، لا تزمر، لا تطبل، هم أرادونا قرودا راقصات إن نعبر، في ميادين الخطابات الحماسية أرجعونا في قطيع خائر دون هوية، ذنبنا أن تفاءلنا كثيرا بالقضية، هم أرادونا وما صرنا نريد الآن شيء، جردون حقنا في أن نفكر، جردون حقنا في أن نجلجل، لا تصفق، لا تهلل، لا تزمر، لا تطبل، أنت شخص لست شيئا منكرا، ما فيك جمل، لا تمسح جوخ رب عاجز عن أن ينقل رجله اليمنى على اليسرى، لئلا تحتها دعسا تعيش العمر، لا تقوى تبدل، يا عزيزي قف بعزك نحو ذلك، لا تهرول، لا تمجد، لا تبجل، لو أردنا رفعكم من تحت نعله لارتأيتم أن تظلوا تحت نعله، لو سقاكم سلسبيل الماء كأسا ما رواكم غير ممزوج ببوله، ما حمدتم ربكم يوما بفضله مثلما قمتم بحمد العبد مذموما ببخله، في صريح ليس غصبا أن تذلوا، إنما اخترتم طواعا عشق ذله، ما دهاكم، ما دعاكم، ما دهاكم من دعاكم، من على أذنابكم قد داس يوما تنبحون الليل كي يغفو بغله، أهو حب أم نفاق يا مهلهل، لا تصفق، لا تهلل، لا تزمر، لا تطبل، يا هواة المسح والتصفيق قوموا من سبات فكركم فيه سيقبر، كل من فيه حقير ليس أكثر، يا عزيزي أنت في رأي النظام الآن أحقر، أنت في الأنعام منكر، أنت شيء ليس يذكر، أنت فأر منكر بل أنت أصغر، كلما صفعت نعلا، كلما صفعت نعلا قلت زد يا نعل تشكر،
بان في عمق الظلام النور مقبل، كل أعمى لا يراه اليوم أعور، عزة النفس استفاقت كن بها أملا مكمل، كن كشيء قيم لا تؤجل، وانتفض يوما كهر مل من وكر مقمل، إن تكن عبدا ستعفس أو تكن حرا ستحبس، عش إذن والخوف أبطل، لا تصفق لا تهلل لا تزمر لا تطبل. إذن هي رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالحرية وعدم التنازل عنها أمام أي مغريات أو أمام أي من الصعوبات التي قد يواجه بها الأحرار في هذا العالم وهم كثر. سيد مصطفى عبطيني، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ظل أن أشكرك على تشريفك لنا في هذا العدد من بيت القصيد. بارك الله فيكم في هذه القناة، وأشكركم جدا، وأنا سعيد جدا في ظهوري على هذه القناة الحبيبة. شكرا جزيلا لك سيد. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع القادم يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد. إلى اللقاء.